نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، إخواني أخواتي، نعيش في هذه اللحظات في هذه الأيام المباركة، وقد دخلنا كما قال عليه الصلاة والسلام واصفا هذا الشهر: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء رمضان. إخواني أخواتي، ليتسابق المتسابقون نحو العمل الصالح ونحو رضوان الله عز وجل، فهذا شهر القرآن، ليحرص كل واحد منا على كسب وقته ليكون مع كتاب الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتنا في عليين. ومع السؤال الثاني عشر من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابي جليل أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، صحابي جليل أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فمن هو؟ رضي الله عنه ورحمه الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن